ثمن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجميع ما يصب في تعزيز منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم في جامعة الخليج العربي بمناسبة يوم الطبيب البحريني الذي تحتفي به مملكة البحرين في أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة ومسؤولي القطاع الصحي. ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بجهود الأطباء البحرينيين وكافة منتسبي المهن الصحية في القطاعين العام والخاص مشيدا بما يطلعون به من دور ريادي وبارز في رفد المسيرة التنموية الشاملة. كما أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله الحرص المستمر على تطوير المنظومة الصحية بما يحقق أهدافها ويرسخ استدامة خدماتها بجودة وكفاءة من خلال سواعد كوادرها الوطنية. اليوم نحتفل حقيقة بالطبيب البحرين وهذا الحقيقة احتفال يعني واجب لأن الكوادر الطبية عموما في المستشفيات والمراكز الصحية اللي هم طبعا الأطباء والممرضين والفنيين هم العامل الأساسي الحقيقة في تقديم الخدمات الطبية وتطويرها ويعني خدمة الناس وكسب رضاهم على قدر الإمكان. طبعا اليوم سعيدين جدا باحتفالنا بيوم الطبيب البحريني، نفتخر كبحرينيين، نفتخر كأطباء، نفتخر بقيادتنا اللي اهتمت في هذا الطبيب وجعلت له يوم الاحتفال عامة بالطبيب البحريني. نفتخر بأطبائنا اللي هم ورقة رابحة وين ما كان. احنا ما وصلنا لليوم الحمد لله رب العالمين من إطراء عالمي وتميز في جميع المجالات الطبية والصحية قد يكون هو البحريني، وهذا الطبيب البحريني اللي نفتخر فيه سبب رئيسي مع الفريق اللي موجود معنا. طبعا كل الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية اللي ضحوا وما زالوا يضحون بكل غالي ونفيس في من أجل صحة المواطنين والمقيمين في أرض المملكة. المستشفيات الحكومية دائما توجهاتها إلى تركيز الخدمة للمريض ومن يقوم على هذه الخدمة، فطبعا الأطباء هم على رأس أولويات المستشفيات الحكومية من حيث الدعم وتطوير قدراتهم، وإن شاء الله إحنا نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. لإخواني وأخواتي الأطباء البحرينيين كما أبارك لنفسي لكوني طبيبة بحرينية في هذه المنظومة، وأبارك لكل المنظومة الصحية بوجود قائد طبيب بحريني يقود هذه المنظومة بقيادة معالي الشيخ محمد الدكتور محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.